الار اف كويز زي ما كنت بقول هي مجموعه الحاجات اللي بنشوفها دي كده، اللي بنحط فيها راس العيان او دراع العيان او رجل العيان، او ممكن يبقى في حاجه زي حلقه كده تتحط على المكان اللي انا بصور فيه، او ممكن يبقى في عندنا كويل يتحط تحت العيان بحيث ان هو يصور مثلا حاجه زي السباينال كورد. الحقيقه هدفها في الاخر ان هي تبعت الار اف بالس وتستقبل السيجنال اللي جاي لنا بعد كده من البيشنت. اوكي، فمنها انواع كتيره الحقيقه، نوع مثلا زي اللي هو حاجه بيسميها السادل كويل بالمنظر ده كده، او في حاجه اسمها البيرد كيج اللي شكلها عامل زي قفص العصافير كده. طبعا احنا بنستعمل حاجات تكنولوجيز بالشكل ده كده عشان ما يبقاش صعب جدا ان احنا نعمل كويل يبقى ايه، يبقى بيمر جوه المريض. يعني احنا عايزين مثلا اتجاه معين صعب ان احنا نمشيه كده، لازم نخلي كل حاجه خارج المريض. ففي اشكال مختلفه على اساس ان احنا كل ما كان الار اف كويل بتاعنا حجمه قد الحاجه اللي بصورها بالظبط، كل ما السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي بقت احسن. يعني انا بصور بكويل صغير كده عشان اصور مثلا حاجه زي الدراع، عشان لو صورت الدراع ده بحاجه كبيره كده السيجنال تو نويز ريشيو هنا مش هتبقى حلوه زي هنا. اوكي، كل ما خليت السيجنال تو نويز ريشيو يعني او كنت عايز السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي تبقى كبيره، كل ما المفروض صغرت الفيلد فيو بتاعي على قد الريجن اللي انا عايز اصورها بالظبط. في عندنا جزء برضو اللي هو زي الجزء اللي بتكلم عليه هنا ده، ممكن اعمل مالتيبل كويلز هنا بسميهم فيز اري كويل. فيز اري كويل ده كل واحد فيهم بيأكواير من حته، اوكي، من حته بتبقى جنب المنطقه اللي هو فيها بالظبط، وباخد الاجزاء دي كلها اعملها كومباينيشن مع بعضيها، يعني كل واحد فيهم بيطلع لي صوره، بعمل لهم كومباينيشن مع بعض عشان اطلع صوره يبقى ايه، تبقى احسن ما يمكن. طبعا دي بتتعمل كده لان انا لو بحط كويل بالشكل ده الجزء اللي جنبيه بيبقى اعلى سيجنال تو نويز ريشيو، فمعنى كده الجزء ده احسن سيجنال تو نويز ريشيو، وده احسن سيجنال تو نويز ريشيو، وده احسن سيجنال تو نويز ريشيو، واحسن سيجنال تو نويز ريشيو. يبقى معنى كده لما جمعهم كلهم مع بعض يبقى المنطقه كلها هيبقى فيها سيجنال تو نويز ريشيو عاليه، هتساعدني ان انا اقدر اشوف السباينال كورد كله مثلا بشكل يكون ايه، يكون احسن بكتير من ان انا اشوف جزء جزء.